لابد من مشاهدة هذا الفيديو قبل ضياع فلوسك بعد منع تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات. والخبر بيقول إن البنك المركزي بيمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات. ده موضوع النهاردة في قناتكم مصادر الحياة، آسف، في قناتكم شرح زائد تعليم. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، رجاء الضغط على سبسكرايب أو الاشتراك، تفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد والمفيد على هذه القناة وما نقدمه من كل جديد. أهلا ومرحبا بكم جميعا وإلى موضوع اليوم. الخبر بيقول منع البنك المركزي تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية، وبيشدد على عدم قبولها بأي تعاملات حسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها. وأفاد الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام بأن البنك المركزي شدد على عدم قبول البنوك تلك العملات في أي تعاملات بنكية. الكتابة أو التدوين على العملات ممنوع في أي دولة في العالم عدا دولتنا، بالرغم من أن العملات الورقية المصرية بتمتاز بالجمال، لأن عليها معظمها عليها الآثار الفرعونية العظيمة. ولكن مثل هذه المناظر التي نجدها على هذه الأوراق نتجة من عدم وعي كثير من الناس لهذه المسائل، والتي تجعل من العملات منظر قبيح. طيب ايه هي طرق ازالة الحبر من على الورق ومن ضمنها ورق البنكنوت او الفلوس؟ كثير من الناس بيقول ان هناك استخدام الصودا الكاوية بتزيل الحبر، ولكن هذه العملية غير آمنة تماما ويجب الحذر، لأنها بتسبب تجعيد الأوراق وبتسبب أيضا تآكل الأحبار ككل وليس الحبر المكتوب، ولكن بتسبب تآكل الحبر المطبوع منه الورقة المالية نفسها. الطريقة الثانية وهي أقل، هي أكثر أمانا، هو استخدام مادة تسمى الأسيتون. والأسيتون ده هو مزيل طلاء الأظافر، وبيمكن إزالة الحبر من على الورق، وبيكون أكثر أمنا حيث لا يؤثر على شكل الورقة، يعني لا يسبب لها الانكماش والتجعيد، ويجب أيضا التجربة بحذر. هناك أيضا طريقة ثالثة وهي أكثر أمانا، وهناك بعض أنواع من الممحى أو الأستيكة المتخصصة في إزالة الحبر، زي الأستيكة المتخصصة في إزالة أقلام الرصاص أو الرصاص من القلم الرصاص. وهذه الممحى أو الأستيكة بتباع في المكتبات وليس لها تأثير سلبي إطلاقا على الأوراق أو إضعافه، وبتستخدم مثل استخدام الممحى للرصاص أو أقلام الرصاص. طريقة ثالثة وهي الكحول الأحمر أو بيسموه الأيزوبروبيل. الكحول الأحمر أو المحمر اللون أحمر، ولكن أيضا يجب الحذر باستخدام هذه الطريقة، لأن الكحول له تأثير على كل الأحبار وليس الحبر المكتوب بالقلم الحبر، ولكن قد يؤثر أيضا على حبر المطبوع منه الورقة المالية. أما الأمر السيء والخطير والذي يصعب إزالته استخدام مثل هذه الأقلام، اللي هي الأقلام اللي هي بيسمى أقلام الماركر، وفدا الحبر بتاعها بيكون من الصعوبة جدا إزالة أحبار هذه الأقلام من على الأوراق المالية.
ولذلك يجب الحذر وألا نستخدم هذه الطريقة والبعد تماما عن هذه الأمور التي تشوه العملة وتقعنا في مشاكل كثيرة. ده ببساطة كان موضوع النهاردة، حبيت أن أنوه عنه، وأرجو في النهاية إذا عجبك الفيديو واستطعت أن تنشر هذا الفيديو حتى تعم الفائدة فلك الأجر. وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.